وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من مقاصد الحج العظيمة إقامة ذكر الله جل وعلا، وكذلك إذا قرأت آيات الحج في سورة البقرة وآيات الحج في سورة الحج ترى تكرر التذكير بهذا المقصد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ولهذا تجد الوصية بالتقوى تكررت في آيات الوصية بذكر الله والإكثار من ذكر الله تكرر في آيات الحج. وهل الحجاج على حظ واحد في حجهم من الذكر لله؟ وهل هم على قدر واحد في الذكر لله في حجهم؟ لا، مع أن ذكر الله عز وجل مقصود مطلوب في الحج، بل إن الحج أقيم لأجل الذكر، مثل ما أن الصلاة أيضا أقيمت من أجل ذكر الله. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة. من أجل ماذا؟ وأقم الصلاة لذكري. في الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه أعمال إنما شرعها الله وأمر بها من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى.